السيد رئيس الجمهورية. السيد رئيس الجمهورية. معتادة على الشمال، معتادة مرش. راسخة وبهامات عزيزة شامخة، تشاهدون الآن حرس الشرف من طلبة كلية الشرطة وهم يغادرون ساحة الاحتفال عقب تأدية مراسم التحية العسكرية. بسم الذي قد أبدع الأكوان ووهب مصر الكنانة علماً وإيماناً وأسبغ عليها بفضله أمناً وأماناً
بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. صدق الله العظيم. السيد رئيس الجمهورية، مرحبا بكم سيادة الرئيس في أكاديمية الشرطة لتتويج جهود أبنائك في يوم الخريجين، وهم يتأهبون للمشاركة في حمل الأمانة وأداء الرسالة وتحقيق الأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين. فأهلا بك يا سيادة الرئيس بين أبنائك الخريجين. السيدات والسادة الحضور، نرحب بحضراتكم في رحاب أكاديمية الشرطة، كما نرحب بأهالينا أعضاء الملتقى الأول لطلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة الذي نظمته وزارة الداخلية بأكاديمية الشرطة على مدار 3 أيام لمناطق بشائر الخير وأهالينا والأسمرات. فأهلاً ومرحباً بكم في بيتكم أكاديمية الشرطة. الحفل الكريم، نبدأ احتفالنا اليوم بكلمة ترحيب للسيد اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم. السيد رئيس الجمهورية، مرحبا بكم سيادة الرئيس في يوم يتجدد بهاؤه كل عام للاحتفال بتخريج نخبة فتية من أبناء مصر في هذا الصرح العلمي العريق. يقفون أمام سيادتكم جندا أوفياء مقدرين عظم تشريفكم لمشاركتهم فرحة تخرجهم، يسترجعون أمام أعينهم طيفا من الذكريات بدأت بحلم راودهم أطفالا بأن يكونوا ضباطا مدافعين عن مقدرات الوطن، غايتهم تحقيق الأمن والأمان وحماية شعب مصر العظيم ومقدراته. فمرحبا بك سيادة الرئيس بين رجالك وأبنائك، قائدا وقدوة، ركنا ركينا للعطاء والتضحيات. الحضور الكريم، تسير الأكاديمية وفق استراتيجية جادة محددة الأهداف واضحة المقاصد، غايتها مواكبة ركب التقدم في شتى المجالات، حيث تم الانتهاء من تطوير مجمع التدريب التكتيكي بكلية الشرطة الذي يضم العديد من الميادين التدريبية التي تم ربطها جميعاً بمركز للتحكم والسيطرة وتزويده بأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يكفل متابعة وتوجيه المتدربين في جميع الميادين في آن واحد وصولاً لنتائج تدريبية متميزة. ولم تكن استراتيجية الأكاديمية بمنأى عن متجه الدولة المصرية نحو التوسع في نهج التحول الرقمي، حيث تم الانتهاء بنجاح من تصميم وإعداد برنامج لتقييم طلبة كليات الشرطة إلكترونياً يعمل على تقديم صورة وصفية وتحليلية متكاملة لكل طالب دون تدخل من العنصر البشري. واستمراراً في إنفاذ خطة الأكاديمية التي ترتكز في أحد محاورها الجوهرية على تطبيق نظام التخصص الوظيفي، تم تكوين عدد 6 فرق للبحث والإنقاذ من الفئة الخفيفة من طلبة السنوات النهائية في تخصص الحماية المدنية، والذين تم إعدادهم وتأهيلهم وفقاً لمعايير التصنيف المعتمدة دولياً. الحفل الكريم، على الصعيد الدولي لم تغفل الأكاديمية دورها كمنارة علمية تدريبية شامخة تهتم بتعزيز الشراكات الدولية وتسهم في إعداد كوادر الدول الصديقة وتكليلاً لمساعٍ حسيسة في مجال التدريب على عمليات حفظ السلام. فقد اعتمدت مفوضية الاتحاد الأفريقي المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام كأحد مراكز التميز لديها لتدريب كوادر المكون الشرطي المشارك بتلك العمليات على مستوى القارة الإفريقية، الأمر الذي جعل من المركز نموذجاً مشرفاً
يليق بمكانة مصر ودورها. السيدات والسادة، لقد مضت الأكاديمية في طريقها نحو تحقيق ما تصبو إليه من إتقان في صقل قدرات وتنمية مهارات أبنائها بما يتناسب مع حجم الأمانة وعزم الرسالة. فكان الحرص على الاستمرار في إنفاذ برنامج التدريب المشترك مع طلبة الكلية الحربية الذين يقفون اليوم وسط أشقائهم من أبناء كلية الشرطة ليشهدوا يوماً هو بحق للخريجين عيداً ولأسرهم فرحة وللوطن فخراً وعزة. حفلنا الكريم اليوم تشاركوننا احتفالنا بدعم وزارة الداخلية بكوكبة جديدة من صفوة شباب مصر وخيرة جندها، حيث يتم تخريج 1273 من طلبة كلية الشرطة بنظام الأربع سنوات، من بينهم 48 طالباً وافداً من دولتي فلسطين وتشاد بنسبة نجاح بلغت 98.9%، وتخريج 1184 من طلبة الكلية الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق بنسبة نجاح بلغت 99.9%، جميعهم حصلوا على درجة الماجستير في القانون، وكذا تخريج 285 طالباً وطالبة من قسم الضباط المتخصصين بنسبة نجاح بلغت 100%، وقد حصلوا جميعاً على دبلوم إدارة الأزمات والكوارث. كما يتخرج اليوم عدد 12 طالباً من رعاية الدول الإفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية، وهي جنوب السودان، زامبيا، سيراليون، ليسوتو، الكاميرون، في إطار المنحة الدراسية التي تقدمها وزارة الداخلية للدول الإفريقية سنوياً بنظام العامين الدراسيين. يضاف إلى ما سبق تخريج 156 ضابطاً ممن حصلوا على الدبلومات الشرطية التي تمنحها كلية الدراسات العليا، منهم 34 ضابطاً وافداً من دول البحرين، السودان، العراق، فلسطين، الكويت، اليمن بنسبة نجاح بلغت 91.7%. كما قام مركز بحوث الشرطة بتدريب 932 متدرباً يمثلون 41 دولة إفريقية خلال هذا العام، فضلاً عن 60 متدرباً من دول الكومنولث، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين المركز والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية. كما قامت كلية التدريب والتنمية بتدريب عدد 5970 ضابطاً من مختلف الرتب بالوزارة في جميع تخصصات العمل الأمني. ولا يفوتني في هذا المقام أن أشير إلى الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة في مجال تأمين المنشآت الحيوية والسياحية والأثرية، والمشاركة في ضبط قضايا المخدرات وأعمال الكشف عن المتفجرات تنسيقاً والقطاعات المعنية بالوزارة. الحفل الكريم، أتوجه في هذه المناسبة الكريمة بتحية تقدير وعرفان لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة وكافة قطاعات وزارة الداخلية، وكل الشكر والتقدير للسادة رؤساء الأكاديمية السابقين وجميع العاملين بالأكاديمية لجهودهم المخلصة في أداء رسالتهم النبيلة. أبناء الخريجين، لقد استقبلتكم أكاديمية الشرطة شباباً شغوفاً بآمال الغد، متطلعاً لحمل رسالة الأمن، مدركين حتمية مواجهة المشاق والصعاب، فكنتم خير أهل لتلك الرسالة، وكنا أوفياء لتأهيلكم أتم تأهيل. واليوم تبدأ أولى خطوات مسيرتكم العملية، فاحرصوا على أن يكون زادكم العلم والانضباط، وسمتكم البذل والعطاء، ورايتكم إعلاء مصالح الوطن، وهدفكم تحقيق الأمن والأمان في إطار من الالتزام بحماية حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية. السيد الرئيس، بمزيد من مشاعر الإجلال والتقدير، نشكر لكم تشريفكم هذا الاحتفال لتحتضنوا آمال وطموحات جيل جديد من الضباط، وقد آليتم أن تكرموهم بهذا التشريف. حفظكم الله لمصرنا الغالية ولشعبها العظيم،
داعين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم على طريق العزة والرخاء. إنه نعم المولى ونعم النصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدية تذكارية. تتمثل الهدية في جدارية تحمل خريطة جمهورية مصر العربية، يتوسطها نهر النيل العظيم شريان الحياة للبلاد، وأمامها شعار وزارة الداخلية الذي يرمز إلى الأمن والسلام. نسأل الله تعالى أن يحفظكم يا سيادة الرئيس ويسدد على الحق خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير. الحفل الكريم. نستهل احتفالنا اليوم بعرض الدراجات الهوائية. تعبيراً عن ابتهاج طلبة كلية الشرطة بيوم تخرج زملائهم، يتقدم الآن نحو ساحة العرض كوكبة من طلبة السنة الدراسية الثانية، يستقلون الدراجات الهوائية في لوحة إبداعية يستعرضون فيها تشكيلات متعددة تبرز مدى اللياقة البدنية العالية، يؤكدون أن الجميع على قلب رجل واحد، وأن احتفال اليوم هو نتاج جهد يشارك فيه جميع طلبة الكلية. نشاهد الآن في ساحة العرض لوحة إبداعية رائعة لقائد الدراجات الهوائية، وهم يشكلون ببراعة أشكالاً هندسية من مثلثات وأشكال دائرية، وقد التقت قاعدة كل مثلث في تناغم رائع، وأخذت مجموعة أخرى تتحرك بشكل دائري متناسق، يكشف عن مقدرة فائقة على التوازن ومدى التحكم والسيطرة والقدرة والكفاءة العالية. ويستعد الطلبة الآن لاستعراض تشكيل التداخلات الذي يبرز مدى قدرة الطلبة ومهاراتهم في التحكم والسيطرة على الدراجة. بينما يظهر في قلب ساحة العرض تشكيلات التداخلات الزوجية يستعرضها قائد الدراجات الهوائية. جدير بالذكر أن ممارسة رياضة الدراجات الهوائية تساعد على تحسين الدورة الدموية وتقلل من أخطار النوبات القلبية، كما تعمل على تعزيز الصحة الجسدية والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، كما تعد رياضة صديقة للبيئة. ويستعد للقدوم صوب المنصة قائد الدراجات الهوائية ليكونوا بأجسادهم علم مصر الحبيبة. أي العالم خلوا راسه فوق معاه، وهو فوق شط القناة عظيم وعالي في السماء، شافكم تحفر ابتسم. أي العالم حسوا بإنكوا وارفعوا فوق كل حاجة، وصدقوا جيل بعد جيل تسلموا، وتحت رايتوا انتفوا يحيى العالم. تحيا جمهورية مصر العربية.
ضيوفنا الكرام مع عروض القوة البدنية والدفاع عن النفس. يشق ساحة العرض في المواجهة ما يقرب من 1500 طالب من السنوات الدراسية المختلفة من القسم العام وطلبة الكلية خريجي كليات الحقوق لاستعراض نماذج من التدريبات البدنية الأساسية لطلبة الكلية. يهتف الطلبة من أعماقهم: الشرطة فداء لمصر، قوة، عزيمة، مجد، أسود تزأر في الميدان وأجساد قوية البنيان. نماذج من التدريبات الفردية الأساسية للإعداد البدني الأولي لطلبة الكلية. يستعد الطلبة الآن للانتقال إلى التشكيل الأول، ويظهر التشكيل أمام حضراتكم على شاشات العرض. تمرين زوجي باستخدام وزن الزميل كمستوى متقدم يستهدف عضلات البطن والذراعين. التشكيل الثاني كما يظهر لحضراتكم على شاشات العرض. تمرينات ثلاثية يؤديها الطلبة كمستوى أكثر تقدماً يستهدف عضلات البطن والذراعين والقدمين. سطر الطلبة بأجسادهم على الشباك يمين ويسار الأبراج وفي قلب ساحة العرض. حياة كريمة، حياة كريمة آمنة لشعب أصيل، مسيرة تمضي جيل بعد جيل. نشاهد الطلبة الآن وهم يؤدون بعضاً من التدريبات الرباعية كمستوى أعلى وأكثر تقدماً. نشاهد الآن قمة التميز في الأداء، حيث يستعد الطلبة لتشكيل النسر رمز الشرطة المصرية، بينما سطر الطلبة بأجسادهم على يمين ويسار رمز النسر عام 2022 مشاركة منهم لزملائهم في حفل تخرجهم. يعد تمرين الطعن بالساقين من أقوى وأفضل تمرينات إعداد الفرد المدرب، وهو من تمارين القوة الخاصة باللياقة البدنية بكلية الشرطة. تستهدف هذه التدريبات الارتقاء بالمستوى التكويني لطلبة وطالبات الكلية وإكسابهم الثقة بالنفس ومهارات الدفاع عن النفس. يستعد طلبة الكلية لأداء عرض متقدم لفنون استخدام الخنجر والنونشاكو في القتال المتلاحم، وهي من الأسلحة التي يتطلب استخدامها درجة عالية من التركيز والإتقان من اليمين واليسار. فنون استخدام النونشاكو، بينما يظهر في المنتصف مهارة استخدام الخنجر. من اليمين واليسار فنون تفادي هجمات الخصم باستخدام النونشاكو. وفي المنتصف سرعة رد الفعل وتفادي الضربات والركلات.
طرح الخصم أرضاً وشل حركة الجسم. مهارات متقدمة لفنون تفادي هجمات الخصم وسرعة رد الفعل والشجاعة والإقدام. فنون استخدام الخنجر كأساليب دفاعية عند التعرض لهجوم بسلاح أبيض. فنون القبض والسيطرة وشل حركة الخصم. موجات متتابعة من الطعن الأرضي يقوم بها طلبة الكلية. الحفل الكريم مع عرض المهارات الخاصة. نشاهد من يمين ويسار المسطح الأخضر نخبة من طلبة وطالبات كلية الشرطة من فريق المهارات الخاصة يستعدون لتقديم بعض كاتات وتكتيكات متقدمة لمختلف رياضات الدفاع عن النفس. يستعد الطلبة والطالبات لاستعراض بعض فنون الدفاع عن النفس، الكاراتيه والكونغ فو والكيك بوكس. جدير بالذكر أن طالبات كلية الشرطة قد تم تدريبهن وإعدادهن على مستوى متقدم في التدريب يكافئ زملائهم من الطلبة الذكور كما نشاهد الآن على المسطح الأخضر. إنها اللياقة البدنية العالية وقد امتزجت بالقوة والمهارة بعد أن صقلتها التدريبات المستمرة. يقدم طلبة وطالبات الكلية عرضاً متقدماً يبرزون فيه مهاراتهم الخاصة برياضة الكاراتيه الكوميتي، وهي إحدى أقسام رياضة الكاراتيه التي يتم فيها التدريب على مهارات القتال الحر. جدير بالذكر أن رياضة الكاراتيه تعتمد على السرعة وتحديد الهدف أكثر من اعتمادها على القوة العضلية. تقدم الطالبات إثباتاً عملياً على تفوقهن التدريبي في شتى مجالات القتال الحر وخاصة في رياضة الكاراتيه الكوميتي، مؤكدات على وصولهن لأعلى مستويات المهارة الخاصة. تشكيلات قتالية مشتركة بين الطلبة والطالبات. جدير بالذكر أن كلية الشرطة قد قبلت هذا العام ولأول مرة دفعة من خريجات كليتي الحقوق والتربية الرياضية. ضيوفنا الأعزاء، مع القوة والمهارة، الدقة والإتقان، مع مهارات إصابة الأهداف، وفي بيان عملي تظهر لنا طالبات الكلية قدراتهن البدنية الفائقة وتؤكدن على وصولهن لأعلى مستويات المهارات الخاصة باستعراض مهارة إصابة الأهداف. يقوم الطلبة والطالبات باستخدام مهاراتهم الخاصة بشتى فنون القتال المتلاحم في مواجهة الأهداف. أجساد قوية لا تخشى الأهوال، ترعاها إرادة نسائية مصرية لا تعرف المحال. إصابة الأهداف من أعلى موانع بشرية متدرجة الصعوبة. هكذا يبرهن طلبة وطالبات الكلية على قدراتهم العالية في خوض أقوى التدريبات للإطلاع بأخطر المأموريات.
قوة ومهارات عالية الدقة يبرزها طلبة وطالبات الكلية. ولثقة الطلبة في قدراتهم التدريبية تزداد ارتفاعات الأهداف ويزداد معها الثقة بالذات. سرعة وقوة ومهارات متقدمة. الحفل الكريم، نوجه عناية السادة الحضور الكرام إلى وجود بعض محدثات صوت أثناء العروض القادمة. مع الجرأة والإقدام والدقة في تنفيذ المهام، مع عروض ميدان الجبال. الحفل الكريم، تشاهدون ولأول مرة طالبات الكلية على البرجين الأول والسابع، تقومن باستعراض مهارات النزول السريع باستخدام حبال الهرنس بوضعية الانبطاح المائل. وعلى البرج الرابع والأوسط نشاهد طالبات الكلية يستعرضن بياناً عملياً غير نمطي لاقتحام منشأة من أعلى تتكون من 10 طوابق بارتفاع يتجاوز 28 متراً، مستخدمات للأوضاع المختلفة للحبال كوضع الاشتباك والنزول السريع والنزول بالرأس. إن ما ترونه أمام أعينكم الآن هو ثمرة جهد تدريبي عال لأبنائكم طوال فترة تواجدهم بالكلية، ليكونوا اليوم وبحق بزيهم جديرين وبكم بارين ولوطنهم حامين. الحفل الكريم في ميدان الجبال، تظهر معادن الرجال. نرى قمة الشجاعة لطلبة الكلية أثناء النزول من المرتفعات بهدف الوصول إلى أهدافهم بكثافة عالية. كما نشاهد على البرج الرابع في مواجهة المنصة قمة الجسارة التي يبرزها الطلبة في النزول السريع بالحبال في وضع الاقتحام، وهي مهارات تساعد في اقتحام الأوكار الإجرامية. وعلى البرجين الثاني والسادس نشاهد طلبة الكلية بالتشكيلات العنكبوتية والتي تستخدم في اقتحام أكثر من نافذة في آن واحد. إنها تدريبات تنمي لدى الطلبة الشجاعة والإقدام. الهدف من استخدام الطلبة للحبال هو إبراز كفاءة رجال الشرطة في عمليات الحماية المدنية والإغاثة والإخلاء وإنقاذ الجرحى والمصابين واقتحام الأوكار الخارجين على القانون. الحفل الكريم مع عروض الكفاءة القتالية وكمال الأجسام. تشاهدون أبناءكم في ساحة العرض يتقدمون نحو المنتصف، يتأهبون لتقديم لوحة تدريبية مختلفة المهام. يقوم البعض بدفع أجهزة رياضية، بينما يظهر مجموعة أخرى بالإطارات وحبال البتر روبس والشباك المعدنية وحلقات دائرية. إنهم أبناؤك يا مصر، يظهرون كيفية تأهيلهم لمواجهة متطلبات العمل الشرطي. الحفل الكريم، استحدثت كلية الشرطة منظومة التدريب البدني القتالي بيتاون، وتظهر في منتصف قلب ساحة العرض. يشمل التدريب بها على 3 مراحل. أولاً، مرحلة تحليل الأداء الوظيفي القتالي أقصى يمين المنظومة، حيث يتم توضيح البيانات والمؤشرات الحيوية لطلبة الكلية. ثانياً، مرحلة التدريب الوظيفي القتالي منتصف المنظومة، وتعمل على تطوير القوة البدنية والصلابة الذهنية. ثالثاً، مرحلة التدريب على مهام عمليات الشرطة يسار المنظومة، تتضمن مجموعة من الموانع القتالية كالشباك والحبال الحرة وحبال الهرنس، حيث يمكن تدريب القوات عليها في مواقعهم. وأمام المنصة نشاهد المدرعة الفورد بات التي تزن 8 أطنان، ومن خلفها المدرعة الشربة والتي تزن 10 أطنان. يقوم بجرهما مجموعة من رجال المهام الخاصة من طلبة الكلية. كما نشاهد أعلى المنظومة المستحدثة
مهارات الرماية بالأوضاع غير النمطية عقب أداء مجهود بدني عالٍ، وكذلك النزول بحبال الهرنس والمثبتة بالمدرعة الشربة في نقطة النزول. بينما يظهر في المواجهة استعراض الطلبة لموجات القفز من داخل الحلقات التدريبية بسقطات أمامية متتالية تبرهن على الشجاعة والقوة. وفي أقصى اليمين واليسار مجموعة من الطلبة يقومون بأداء أقوى التمرينات بإطارات السيارات وبحبال القوة والمطارق الحديدية. كما نشاهد الأبناء الأبطال أثناء تسلقهم بالحبال، ونشاهد الطلبة أمام المنصة وهم يجتازون الموانع التي تبرهن على القوة والمرونة، اجتياز مانع الأسطوانة المشتعلة، تجاوز المسطرة المشتعلة، في حين يظهر الطلبة على الأجهزة الرياضية بأداء تدريبات بدنية يقوم بها طلبة الكلية، وفي المواجهة سواعد قوية لتكسير القوالب الأسمنتية. رجال اكتسبوا أفضل المهارات للاطلاع بأصعب المهام والمأموريات. الحضور الكريم، إننا لفي فرحة غامرة، فخورين بعرضهم. هؤلاء هم أبناؤك يا مصر، فلذات الأكباد اختاروا أن يحموا أوطانهم، وها هم الآن أمامكم في أبهى صورهم وحب مصر في قلوبهم، صامدين بأجسادهم وأعينهم التي لن تمسها النار، لأنهم أضحوا وباتوا يحرسون في سبيل الله. عاشت مصر ولتحيا دائما وأبدا عزيزة قوية في طليعة الأمم. الحفل الكريم مع عرض التحركات التكتيكية بالسلاح. نشاهد بساحة العرض طلبة السنة الدراسية الثالثة وطلبة الكلية من خريجي كليات الحقوق، وهم يتقدمون نحو المنصة بهامات مرفوعة وثقة منفورة، لديهم تصميم واضح على فرض الأمن في ربوع البلاد. ومن خلفهم نشاهد مهارات طالبات ميدان الجبال في الانضمام للقوات الأرضية لتنفيذ بعض المهام الأمنية. كما نشاهد من يمين ويسار المنصة تقدم المركبات التي تقل قوات العمليات، حيث سنشاهد مهارات نزول الطالبات من المركبات أثناء الحركة. إنها مهارات تحتاج إلى لياقة بدنية عالية وشجاعة وإقدام، وتعكس ما وصلت إليه من كفاءة ومهارة خلال فترة التدريب. الحفل الكريم يستعرض الطلبة والطالبات الآن مهارات أوضاع الرمي المتقدمة وحركات الاستخدام التكتيكي للسلاح في الميدان. تشكيل سوينج، ويستخدم للتعامل مع الأهداف في اتجاه الأمام بمساعدة الزميل. التشكيل التبادلي، تبادل أدوار الرمي مع الزميل. تشكيل الدفاع الدائري، ويستخدم في التعامل مع كافة الأهداف المحيطة في آن واحد. تشكيل الرباعي الأمامي، ويستخدم لتكثيف النيران الأمامية. تشكيل الرماية من أعلى، ويستخدم في اقتحام الحافلات والأماكن العالية بمساعدة الزميل.
تشكيل القطار الميداني المزدوج ويستخدم في عبور الممرات الأكثر اتساعاً، تشكيل الخط المنتشر ويستخدم في التحرك للأراضي الزراعية، الانبطاح أرضاً لتفادي الأخطار المحتقة، تشكيل رأس السهم ويستخدم في عبور المناطق الصحراوية المفتوحة. كنتن الأم والزوجة والأخت والابنة، فلم تكتفينا، فالفخر كل الفخر والعزة كل العزة لنساء خيرنا أن تكن مدللات فأبينا، فأبينا إلا أن تكون مصر مدللة وهن حارساتها. إن أعواماً من التدريب والتعليم والتحصيل لكفيلة بخلق سلوك منضبط وغرس للعقيدة الوطنية لطلبة وطالبات الكلية. الحفل الكريم مع عروض رياضة الباركور. تمكنت كلية الشرطة من تأصيل رياضة الباركور لتصبح من المرتكزات الأمنية، وقامت كلية الشرطة ولأول مرة بإعداد فريق من طالبات الكلية للانضمام لفريق رياضة الباركور. عام بعد عام تزداد التحديات ويزداد معها الثقة بالذات. أمام المنصة حافلتين يتقدمهما سيارة من الأمام ويتبعهما سيارة من الخلف. سيقوم الطلبة بأداء قفزات وسقطات أمامية خطرة من أعلى الحافلة إلى السيارة التي تليها. لياقة بدنية عالية وثقة بالنفس لا متناهية، قمة التحكم والثبات وتركيز ودقة في القفزات، اجتياز الموانع. ها هم أشبال اليوم وأسود الغد يستعرضون قدراتهم العالية وشجاعتهم الفائقة في موجات متتالية من القفزات من أعلى السيارات. وفي سابقة هي الأولى تستعرض طالبات فريق الباركور مهاراتهن جنباً إلى جنب وزملائهم الطلبة في إثبات عملي أن أمن مصر وشعبها واجب مشترك. الموجة الأولى، اجتياز المركبات بأعلى القفزات. الموجة الثانية، قفزة عكسية وأخرى بالمواجهة في آن واحد. الموجة الثالثة، قدرة عالية على الخروج من الأزمات المفاجئة. الموجة الرابعة، إتقان رائع للقفزات يعكس مدى الجدية في التدريبات. الحفل الكريم مواكبة لمتطلبات الواقع الأمني، يتم تدريب الطلبة على مواجهة الأخطار الطارئة. نشاهد على المسطح الأخضر الدراجات الرباعية، مثبت عليها مانع اللجات وأخرى عليها مانع الحلقات. سيقوم الطلبة باجتيازها أثناء الحركة، وهي تدريبات خطرة تتطلب مزيداً من الدقة والتركيز. اجتياز الدراجات الرباعية بثقة وكفاءة عالية. استعراض الطالبات للسقطات الأمامية، تثبت الطالبات قمة الثقة بالذات بأعلى الوثبات وأخطر السقطات. تؤكد الطالبات وصولهن لأعلى مستويات المهارات الخاصة، القفز من أعلى الموانع الثابتة. سقطات أمامية لطلبة الكلية. اجتياز دراجتين رباعية بامتداد 3 أمتار.
ويزداد الأمر صعوبة. اجتياز 3 دراجات رباعية بامتداد 4.5 أمتار. قمة المرونة والدقة. اجتياز الحلقات الدائرية. نشاهد الآن على المسطح الأخضر موجات من السقطات الهوائية من أعلى الحلقات الدائرية. اجتياز الحلقات الدائرية بدقة ومهارة غير عادية. والآن تعرب قدرات الخريجين عن ريادة مستحقة وأداء فني فريد. اجتياز 4 دراجات رباعية مزودة باللجات والحلقات بامتداد 6 أمتار. ورغم صعوبة الموانع فالأبطال لا يمنعهم مانع. الحفل الكريم، نشاهد أمامنا بياناً لمحاولة أحد الخارجين عن القانون الهروب واقتحام التمركزات، ونشاهد سرعة رد الفعل من رجال الشرطة. قام أحدهم بالتعلق لمفادات الخطر، وقام الثاني بأداء سخطة أمامية واقتحام الزجاج الأمامي، في حين تم استيقاف السيارة بإصابة إطاراتها. ومن يسار المنصة نشاهد ترجمة واقعية للتدريب على سرعة رد الفعل وتفادي الأخطار اللحظية الطارئة. الحفل الكريم مع السقطات الهوائية متدرجة ومتصاعدة الصعوبة. اجتياز حواجز خطرة تمثلها مدرعة ضخمة وطلبة مزودة بالرماح. القفز من أعلى المدرعة وستة طلبة رافع الرماح. لياقة بدنية عالية امتزجت بالمرونة والشجاعة وتزداد الصعوبة جسامة. القفز من أعلى المدرعة وعشرة طلبة رافع الرماح. قوة قلب ورباطة جأش تبدو في وقت الشدة والبأس. اجتياز مانع تمثله المدرعة و16 طالبا رافع الرماح. وتتعاظم درجة الخطورة. القفز من أعلى المدرعة و20 طالبا رافع الرماح. أبطال يقهرون كل صعب، هؤلاء هم حماة الشعب. القفز من أعلى المدرعة و26 طالبا رافع الرماح. قدرات بدنية فذة، هؤلاء الرجال عزمهم عزم الأبطال، يقتحمون الأهوال ولا يعرفون محال. وتتنامى درجة الصعوبة وتبلغ الخطورة ذروتها ويصل الأمر منتهى. اجتياز مانع تمثله المدرعة يعلوها طلبة مزودة بالسناكي و30 طالبا رافع الرماح.
عقيدة وطنية ترعاها عناية إلهية. الحفل الكريم في إطار اهتمام وزارة الداخلية بصقل مهارات المجموعات القتالية النسائية كأحد الركائز الهامة بالمنظومة الأمنية، واستعداداً لمشاركتهن في تأمين مؤتمر قمة المناخ والمقرر انعقاده خلال الشهر المقبل، فقد استحدثت كلية الشرطة برامج تدريبية في مجال الحراسات الخاصة وتأمين الشخصيات الهامة لدعم تخصص العمليات الخاصة النسائية المعنية بتأمين الدوائر الأولى بالفعاليات والمؤتمرات الهامة. الحفل الكريم مع عرض الحراسات الخاصة. تشاهدون الآن بياناً عملياً لتأمين وحراسة ركاب شخصية نسائية. جدير بالذكر أن جميع عناصر تأمين الركاب وقيادة السيارات من المجموعات القتالية النسائية طالبات الكلية. يشار إلى أنه يتم تدريب طالبات كلية الشرطة على مهارات القيادة الخطرة والرماية من السيارات بالميادين المخصصة بالكلية، كما يتم تدريبهن على مهارات الاستيقاف والقبض والتفتيش والسيطرة على العناصر الإجرامية بالإمكانيات التي اكتسبنها من تدريب على الاشتباك والدفاع عن النفس. يتقدم الركاب الآن في طريقه. اعترض الركاب سيارة عدائية، وعلى الفور تتعامل معها سيارة الحراسة الأمامية. تتقدم مجموعة الهجوم المضاد لحسم الموقف وتمكين فريق الحراسة من الإخلاء. تقوم الطالبات بإخلاء السيارة الرئيسية تحت غطاء سيارتي الحراسة الخلفية مستخدمات لمهارات القيادة الخطرة. تظهر سيارة عدائية أخرى، وعلى الفور تتصدى لها وتطاردها مجموعة الهجوم المضاد. تبادل لإطلاق النيران بين القوات والعناصر العدائية، حيث تم إصابة عدد من العناصر بالسيارة. تم استيقاف السيارة، وتقوم القوات الآن بالقبض والسيطرة على العنصر. محاولة اعتداء العنصر على القوات، تم السيطرة على العنصر وتفتيشه وجاري اقتياده. تعاملت القوات في البيان السابق باحترافية طبقاً لمبدأ تناسب استخدام القوى، مما يبرز مدى القدوة والقدرة على ضبط النفس وتطبيق القانون ومبادئ حقوق الإنسان. أداء أمني يعكس ما وصلت إليه طالبات الكلية من مهارة في أعمال المطاردات والاستيقاف والقبض والتفتيش وحراسة وتأمين الشخصيات. بمناقشة المتهمين عقب ضبطهم وبتقنين الإجراءات وإجراء التحريات، أمكن التوصل إلى باقي البؤرة الإجرامية، والتي تبين أنها اتخذت من مبنى سكني في منطقة نائية وكراً لها. نشاهد أمام حضراتكم على شاشات العرض فيلماً يوضح تدريب الطلبة بالميادين التدريبية بالكلية، حيث يتم تدريب الطلبة على أعمال الرصد والاستطلاع في المناطق المختلفة. كما يتم التدريب على اجتياز الموانع المائية التي قد تواجه القوات أثناء تنفيذ المأموريات، ويتم التدريب عليها عملياً في فرقة عمليات الشرطة التي يجتازها الطلبة أثناء دراستهم بالكلية. بالإضافة إلى التدريب على الرماية النمطية وغير النمطية بالأسلحة مختلفة الأعيرة، وأيضاً التدريب على مهارات الإخفاء والتمويه حسب طبيعة الأرض، والتدريب على أعمال الاقتراب في المناطق المفتوحة والزراعية والمناطق السكنية. وكذا التدريب على أعمال الاقتحامات بميادين الرماية بالذخيرة الحية.
حيث يتم تدريب الطلبة والطالبات في خوض غمار التحديات والتدريب في الميادين المختلفة في الكلية والاستعداد للمأموريات. إنهم حقاً فرسان يصونون أرضهم ويفدون بالروح شعبهم. نشاهد من أقصى يمين المنصة قدوم القوات مستخدمين مهارات الإخفاء والتمويه لاستطلاع ورصد العناصر الإجرامية، وذلك استعداداً لمداهمة وتطهير تلك البؤرة. قامت القوات بتسكين مجموعات القناصة في أرض الاحتفال، والتي تحقق للقناص الرؤية المناسبة للمبنى المراد اقتحامه مستخدمين مهارات الإخفاء والتمويه. ظهور عنصر مسلح تابع للخلية أعلى المبنى المواجه للمنصة، قام فريق القناصة من يسار المنصة مستخدماً مهارات الإخفاء بالتعامل معه. ظهور عنصر مسلح آخر يتحرك أسفل المبنى، قام فريق القناصة مستعيناً بالإخفاء الشجري بالتعامل معه. ونشاهد من اليمين واليسار قدوم مجموعات القطع والعزل والحصار ممثلة في مدرعات الفورد بات والمدرعة الشربة لإحكام السيطرة على مسرح العمليات، والتي تقل طلبة كلية الشرطة ورفقاء دربهم من طلبة الكلية الحربية. من يسار المنصة نرى قواتنا في استعداد لعمل ممرات آمنة لإخلاء المدنيين للحيلولة دون إصابة الأبرياء والأطفال. قوات تم تدريبها على فداء أهلها، يقدمون الغالي والنفيس لحماية الأرواح والممتلكات. وأمام المنصة نرى وصول قوات مجموعات الاقتحام الأرضي بسيارات الدوج رام المصفحة، في حين نشاهد من أقصى اليسار قواتنا أثناء إخلاء المدنيين، كما تتقدم قواتنا تجاه المنزل من بوابة المنزل الخلفية. ونرى من أقصى يسار المنصة وصول سيارة الاقتحام متعددة المهام والمنضمة حديثاً لقوات المهام الخاصة، التي تمكن القوات من اقتحام الأدوار المرتفعة للسيطرة على المبنى من أعلى لأسفل، والمزودة أيضاً بسلمين هيدروليكيين، وتستخدم في عمليات الاقتحام والإنقاذ وإخلاء المصابين والكشف عن المفرقعات، حيث يصل ارتفاع السلم لأكثر من 10 أمتار. كما تتيح للقوات الدخول إلى أكثر من مستوى في آن واحد. نشاهد الطلبة بالطابق الأرضي أثناء تنفيذهم لأعمال الاقتحام والتطهير على الأهداف التفاعلية، كما نرى أمامنا القوات أثناء النزول بالحبال بالأوضاع المختلفة للتأمين. بدء اقتحام الطابق الثاني، نشاهد بالطابق الثاني أحد المطلوبين يقوم بإطلاق النيران تجاه أحد الأبواب. تعذر دخول القوات، تم تطوير الهجوم والدفع بكلب الاقتحام الذي يحقق عنصر المفاجأة، وتتوالى موجات دخول قوات الاقتحام. إصابة أحد قواتنا نتيجة لتبادل إطلاق النيران. تم استدعاء المسعف القتالي من سيارة الاقتحام لأعمال الإسعافات الأولية. اخطار من قائد المأمورية باحتمالية وجود عبوة متفجرة. يتم الآن إخلاء القوات للتعامل مع العبوة. تم الدفع بالروبوت آيكور T5 من سيارة الاقتحام بواسطة خبير المفرقعات عقب إخلاء المبنى بالكامل من القوات، وذلك من خلال التحكم به عن بعد للفحص والتعامل مع الجسم المشتبه به، وفقاً لقاعدة أن المسافة هي أفضل صديق حين التعامل مع المفرقعات. تم إبطال العبوة. ظهور مفاجئ لأحد العناصر المتواجدة في المنزل المتاخم للعناصر الإجرامية بأحد الأسلحة الثقيلة، وتبادل لإطلاق النيران مع مجموعات الحصار. تقوم المدرعة الشربة بعمل إسكات للنيران
بينما تتقدم مجموعات الحصار لاقتحام المبنى تحت ساتر نيراني من المدرعة الشربة. تتقدم القوات الآن لاقتحام المبنى للقبض والسيطرة. تم ضبط البؤرة بالكامل بمعرفة قواتنا، حيث كبدت العناصر خسائر فادحة. أنا مستعد وقت النداء أكون عشان الدرع صد، دايماً وجاهز إن أواجه أي حد. أنا العزيمة والصمود، أملك سلامتي بقوة هدفي في الوجود. عهد وقسم أصون بلادي وأهلها، قد التحدي وعمرنا ما بيجي. اعتمد هذا التدريب وهذا الهجوم على تكتيك تدريبي فني يتم التدريب عليه طوال فترة الدراسة بالكلية. الحفل الكريم مع عرض قوات المهام الخاصة. نشاهد من يسار المنصة قدوم وحدات المهام الخاصة، تلك القوات التي تستخدم للتدخل في المواقف الأمنية التي تستوجب سرعة التعامل ودقة التنفيذ، وهي وحدات على درجة عالية من التدريب ومزودة بأحدث المعدات والمركبات التي تمكنها من إحكام السيطرة الأمنية الكاملة. كما يظهر أمامنا لنشات قوات المهام الخاصة والتي تستخدم في المناورات والبحث والإنقاذ السريع، وتمتاز بخفة الحركة وسهولة النقل. ومن يسار المنصة وعلى شاشات العرض تشاهدون المجموعات القتالية النسائية التي تم إعدادهن لدعم تخصص المهام الخاصة النسائية المعنية بتأمين الدوائر الأولى بالفعاليات والمؤتمرات النسائية. كما تظهر السيارة السبربان المنضمة حديثاً وتستخدم في أعمال الحراسات الخاصة ومرافقة الوفود الرسمية والشخصيات الهامة. كما تظهر أمامنا المدرعة المنبع والتي تستخدم في المداهمات في المناطق التي تكثر بها الألغام الأرضية، ومن خلفها المدرعة الفورد بات والمزودة بمنصة إطلاق وأجهزة رؤية ليلية. كما نشاهد من يسار المنصة ويظهر على الشاشات سيارة الاقتحام متعددة المهام والمنضمة حديثاً لقوات المهام الخاصة التي تم تجهيزها بالكامل محلياً بأيدٍ مصرية على يد خبراء وفنيين من وزارة الداخلية. ونظراً لكونها متعددة المهام يمكن الاستغناء بها عن أكثر من مركبة أو سيارة شرطية، كما يمكن تزويدها بعنصر اقتحام كيناين وروبوت للكشف عن المفرقعات. كما يظهر أمامنا الآن رجال المهام الخاصة من طلبة كلية الشرطة. إنها قوات تجسد الإرادة الحقيقية لوزارة الداخلية، وستمضي مسيرة الأمن قدماً تلبي احتياجات المواطنين يحدوها الأمل في غد مشرق. ضيوفنا الكرام،
مع العرض العسكري للخريجين الجدد. فيها الهامات فخراً واعتزازاً، حيث تشاهدون بعيونكم فلذات أكبادكم وهم يتقدمون نحو ساحة الاحتفال بخطوات منتظمة ثابتة وقلوب بحب الوطن نابضة. بعد أن أمضوا من عمرهم سنوات في جد واجتهاد، وقد أخذوا العهد على أنفسهم بحفظ أمن البلاد والعباد، إنهم خيرة الشباب يمضون في عزة وإباء لينضموا إلى زملائهم ممن عاهدوا الله والوطن على الولاء والفداء. مشاركة من طلبة السنوات الدراسية المختلفة لزملائهم الخريجين، فقد شكلوا على الشباك بأجسادهم كلية الشرطة دفعة 2022. عاشت مصر حرة أبية، عاشت مصر عزيزة قوية، عاشت مصر دوما وطنا للأحرار، ومضرب المثل في العزم والإصرار. عاشت بلادنا. يتقدم الآن قائد طابور العرض للاستئذان في بدء مراسم التخرج. تمام يا فندم، عميد محمد أبو الخير قائد طابور العرض العام، أستأذن في بدء العرض. طابور خريجي يستعد للمرور بالسيارة بهيئة كل طريق بمسافة 10 خطوات بين المجموعات. لليمين دور.
تيدين مرس. السادة الحضور الكرام، تشاهدون الآن أبناءكم وهم يغدون أمامكم، ويتقدمهم كوكبة من حملة الأعلام رافعي جبين الوطن بأيد لا تعرف الوهن. كما تظهر بالأفق الآن أعلام الدول العربية والإفريقية والأجنبية الشقيقة والصديقة التي يدرس أبناؤها في الأكاديمية، وهي أعلام دول إفريقيا الوسطى، أوزباكستان، بوروندي، تشاد، جزر القمر، جنوب السودان، جيبوتي، زامبيا، سيراليون، غينيا كوناكري، فلسطين، الكاميرون، ليسوتو، ناميبيا، ليعبر ذلك المشهد على أن مصر تحتضن الجميع. كما يظهر علم الشرطة وإلى جواره علمي أكاديمية وكلية الشرطة، ويعانقهما علم الكلية الحربية. ها هو علم مصر الحبيبة يرتفع خفاقاً في السماء، يرفعه أغلى الأبناء في عزة وإباء. بافور كريجي لليمين انظر. فلنتفضل بالوقوف جميعاً تحية للعلم. فالمجد لمصر وشعبها، وحفظ الله قائدها وزعيمها. طابور الخليجي للأمام انظر. دامت أعلامك يا مصر ترفرف تزهو وتسمو عالية خفاقة في عنان السماء. ويمر أمام المنصة الآن لفيف من أبناء الكلية الحربية، جاءوا اليوم ليشاركوا رفقائهم في الدرب من أبناء كلية الشرطة، ليعلنوا للجميع أن جيش مصر وشرطتها روحان في جسد واحد، فهما درع مصر وسيفها، وروح مصر وأملها في السمو والعلا. كما يطل علينا أمام المنصة الآن طلبة قسم الضباط المتخصصين من خريج الجامعات في مختلف التخصصات. ويمر أمامنا الآن الطلبة من خريجي كليات الحقوق، وهم يمثلون الدفعة الثالثة. إنها لإطلالة تنشرح لها الصدور، وتقر بها العيون، وتطيب لها النفوس أن نرى هذه الورود اليانعة البيضاء في حللهم العسكرية، واثقين مطمئنين تتجاوب فرحتهم مع فرحتنا بهم. أيها الحفل الكريم، يمضي بنا الوقت حثيثاً وليته يتريث، لننعم بما حققه الأبناء وما يستعرضونه أمامنا من قوة ومضاء عزم يرتسم على الجباه، ونظرات وقادة يهابها الطامع
في النيل من أمن مصر. إننا لفي فرحة غامرة بأبنائنا، فخورين بهم، وحق للأبناء أن يفخروا بانتمائهم لوطنهم وآبائهم وذويهم الذين جاءوا ليسعدوا بهم فسعدوا، وليعيشوا معهم يوماً لا ينسى. وهكذا يمضي المسير، وتتلاحق الأمواج، أمواج بحر من الشباب داخل بالحيوية، مليء بالأمل، اختار لنفسه هدفاً هو بالغه بإيمانه وثقته بربه ونفسه. وطني ما أعظمك، وطني ما أكرمك، أنت أغلى الأوطان، سماؤك ظل وأمان، وأرضك أمن وسلام، يا شعبنا العظيم شرف أن أخدمك. حقاً وطني ما أعظمك. شرطة عصرية تواكب دوماً كل جديد، لأمة أبية حاضرها مشرق وماضيها مجيد، جاهزون دوماً لتقديم المزيد. تحيا مصر بأمر ربها وعزيمة أبنائها. ها هم رسل الأمن وقد صاغوا بأجسادهم في ساحة العرض وعلى الشباك كلمات تعكس وبحق نبل المقصد وطهارة القصد وسمو الغاية والأهداف. شرطة عصرية، أمة أبية. شعب مصر العظيم، إن الغاية الأسمى للدولة هي المحافظة على بقائها وحفظ الأمن والأمان لمواطنيها، وهذا لن يتأتى دون وجود جهاز شرطة وطني واعٍ ومدرك لطبيعة مهمته جيداً. ولعل ما يقوم به أبناؤكم اليوم من رجال الشرطة من حفظ أمن واستقرار الوطن لهو خير دليل على أن معين هذه الأمة لا ينضب أبداً.
ها هو علم مصر العظيمة يزهو ويبدو ملء البصر، رمز العزة، رمز الشموخ، يعلو جبين كل البشر. علمك يا مصر يحث الهمم، ونسرك يعلو فوق القمم. ضيوفنا الكرام، تبدأ الآن مراسم تسليم وتسلم القيادة. أول الخريجين يسلم علم كلية الشرطة إلى أقدم طلبتها إيذاناً بتسليم قيادة الكلية إليه. أنا أحافظ على تقاليد كليتي، وأنا أحترم قواعدها، وأنا أحترم قواعدها، وأن أكون وفيا لها، وأن أكون وفيا لها، وأن أمثلها تمثيلا صادقا، وأن أمثلها تمثيلا صادقا بالداخل والخارج، بالداخل والخارج. تعال كلية الشرطة. علم نسابق به كل الأمم. الخلق، خلق نسمو به فوق القمم. الواجب، واجب ينم عن صدق الهمم. تتجه الآن مجموعات القيادة إلى أماكنها الجديدة عقب انتقال قيادة طلبة كلية الشرطة من دفعة الخريجين إلى دفعة الطلبة المنقولين إلى السنة الرابعة إيذاناً ببدء قيادة جديدة.
يمين الولاء. صدر قرار السيد وزير الداخلية بمنح خريجي كلية الشرطة درجة الليسانس في القانون والشرطة مع تعيينهم برتبة ملازم تحت الاختبار، كما صدر قرار سيادته بمنح خريجي وخريجات قسم الضباط المتخصصين وخريجي كليات الحقوق دبلوم علوم الشرطة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. صدق الله العظيم. الخريجون الجدد يؤدون اليمين خلف اللواء إبراهيم الرملي كبير معلمي كلية الشرطة. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأرعى سلامة الوطن، وأؤدي واجبي بالذمة والصدق. السيد الرئيس، الحفل الكريم، حقا لقد سعيتم فكان هذا السعي مشكورا، وبذلتم الجهد فكان جهدكم في التاريخ مسطورا، وإنا لنفخر بكم دوما ما أشرقت شمس أو رأينا النورا. شهداءنا الأبرار اطمئنوا، فشعب مصر سيظل بالله منصورا. كنا لفراقكم محزونين، فلما ذكرنا ثوابكم بات القلب مسرورا. سيظل حبكم يجري في دمانا، وسيبقى ذكركم في القلب محفورا. سطرت الطلبة بأجسادهم على الشباك يمين ويسار الأبراج أرواح الشهداء نجوم مضيئة. فتحية عسكرية واجبة لشهداء الوطن، ونستأذن حضراتكم في الوقوف تحية لأرواح الشهداء. سلام الشهيد، سلام سلاح. طابور الخريجي كفين سلاح. مع تقليد الأنواط
لأوائل الخريجين. تفضل السيد رئيس الجمهورية بالموافقة على منح أوائل الخريجين من كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة نوط الامتياز من الطبقة الثانية. أولاً كلية الشرطة، الأول ملازم تحت الاختبار مازن أحمد حامد الزقم. الثاني ملازم تحت الاختبار أدهم لطفي أحمد الشويخ. الثالث ملازم تحت الاختبار أحمد بلال محمد العباسي. الرابع ملازم تحت الاختبار محمد أبو الحسين فتحي قايد. الخامس ملازم تحت الاختبار محمد أحمد سيف النصر. أول الطلبة الوافدين ملازم تحت الاختبار أحمد عبد الله عقل صوان من دولة فلسطين. أول الخريجين الحاصلين على ليسانس الحقوق أحمد عاطف عبد اللطيف عبد العزيز. أول خريجي قسم الضباط المتخصصين أحمد سامي أحمد عبد العال. أولى خريجات قسم الضباط المتخصصين أميرة عادل محمد عز الرجال. ثانياً كلية الدراسات العليا، الأول على دبلومات كلية الدراسات العليا مقدم محمد السيد عبد القادر محمد. أول الوافدين بكلية الدراسات العليا رائد مصعب نصر الدين عبد الفتاح مغلسة من دولة فلسطين. ثالثاً مركز بحوث الشرطة أولى الدارسين بالكوادر الأمنية من الدول الإفريقية عن فرقة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر مقدم سلمى ميلودي جوبا من دولة ناميبيا. الأول على فرقة مكافحة الإرهاب الدولي نقيب سعد يلايف زفار الدين من دولة أوزباكستان.
ضيوفنا الأجلاء مع كلمة السيد وزير الداخلية. طابور الخريجين جنبان دلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أصدق معاني الترحيب وكل الاعتزاز والتقدير بتشريف سيادتكم والحضور الكريم الاحتفال بيوم الخريجين لتوثيق لحظات غالية في حياة النخبة من صفوة شباب هذا الشعب العظيم، وهم يقفون في شموخ أمام حضراتكم بنظرات واعدة وعزيمة لا تلين، مدركين نبل رسالتهم، مستشعرين في إعلاء صوت الواجب مبتغى العزة والكرامة، مقتدين بمن سبقهم في قيم الولاء والانضباط، لتتواصل على مر العصور مسيرة أجيال متتالية من رجال الشرطة تضرب أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل ترسيخ دعائم الدولة ومواجهة أي محاولات للعبث بمقدراتها. ومن دواعي الفخر مواكبة احتفال اليوم لذكرى نصر أكتوبر المجيد والذي جسد رمزاً لقدرة المصريين على صنع التاريخ. ويسعدني وهيئة الشرطة أن نتوجه بالتحية إلى قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسيفه. راجينا المولى عز وجل التوفيق للمزيد من التكاتف والتكامل بين جناحي الأمن بالأمة المصرية في دفع مسيرة العمل الوطني لتحقيق العبور نحو آفاق الجمهورية الجديدة. السيد الرئيس، تتقدم مصر بقيادتكم نحو الإنجازات والتطوير في كافة المجالات برؤية متكاملة للمستقبل تستند على العلم والعمل لتحقيق تطلعات شعب عريق وغد أفضل للأجيال القادمة عبر مشروعات تنموية وحضارية كبيرة تمت بإرادة وطنية تقضي على الصعاب وتدحر التحديات مما كان له عظيم الأثر في قدرة الدولة على التعامل مع تداعيات أزمتين عالميتين متتالتين عانت منهما الشعوب ولا تزال وأخلت بمقدرات أقوى اقتصاديات العالم. وهنا تتأكد ثوابت الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار كركيزة لا بديل عنها لحفظ المقومات الأساسية لمسيرة العمل الوطني وإنجازات المجتمع ومكتسباته من خلال قراءة دقيقة للمتغيرات التي يفرضها الواقع الدولي والإقليمي والتصدي الحاسم والاستباقي لكافة أشكال الجريمة وإجهاض المحاولات اليائسة والمتواصلة للتنظيمات الإرهابية ومن يدور في فلكها لاستهداف استقرار المجتمع عبر أسلوب التشكيك والتحريض ونشر شائعات والتي تمنى بالفشل في ظل يقظة أمنية ووعي شعبي بالأهداف الحقيقية لتلك المخططات الآسمة. الجمع الكريم، تطلع الوزارة في سبيل تحقيق مفهوم الأمن الشامل بالتحديث المستمر لكافة مفردات منظومة مواردها البشرية لإعداد رجل شرطة عصري لديه المقومات القادرة على استيعاب ومجابهة التطور اللامحدود في الجريمة، وذلك عبر برامج تدريبية تخصصية تعتمد على استخدام المعدات والتقنيات الحديثة وأساليب المحاكاة الواقعية لسيناريوهات العمل الأمني بما يحقق الاستمرار في التفوق والريادة الأمنية. وفي هذا الإطار ترتكز أحد أهم محاور الارتقاء بآليات العمل بوزارة الداخلية على تنمية القدرات والمهارات الفنية الأمنية خلال مرحلة إعداد رجل الشرطة، حيث اطلعت الوزارة بدعم البرامج التدريبية لطلبة وطالبات الأكاديمية بالاستعانة بخبراء دوليين من الدول الصديقة والمنظمات الدولية المعنية بما يسهم في سرعة انتقالهم للحياة العملية عقب تخرجهم
وأداء مهامهم وفقاً لأحدث النظم العالمية، وإدراكاً لأهمية تكامل القدرات العلمية مع مهارات العمل الأمني للتفاعل المدرك مع المجتمع وتحدياته، ومواجهة عالم الجريمة الذي بات يوظف التكنولوجيا المتقدمة كأداة للنشاط الإجرامي والإرهابي. فقد انتهجت الوزارة منظومة متكاملة لتوظيف معطيات العلم في خدمة أغراض الأمن عبر تطبيق برنامج تدريجي يستهدف تزويد ضباط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التي تؤهله لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة. واليوم تكتمل جوانب هذا البرنامج، حيث يقف أمام حضراتكم جميع الخريجين من طلبة كليات الحقوق وقد حصلوا على درجة الماجستير في القانون، وكذا حصول خريجي قسم الضباط المتخصصين على دبلوم الدراسات العليا في المجالات المرتبطة بالعمل الأمني. كما تطلع كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة بتيسير إجراءات حصول الضباط على الدراسات العليا في المجالات القانونية والأمنية. وفي ضوء المستوى المتميز للشرطة المصرية في مجال الحماية المدنية وأعمال الإنقاذ، وتزامناً مع انضمام الوزارة لعضوية الهيئة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ التابعة للأمم المتحدة، تم استحداث برنامج تدريبي متكامل لطلبة كلية الشرطة ومعاهد معاوني الأمن في تخصص الحماية المدنية لتأهيلهم للالتحاق بفريق البحث والإنقاذ الدولي التابع للوزارة فور تخرجهم، وبما يدعم قدرات الشرطة المصرية ويعزز مكانتها الدولية في هذا المجال. السادة الحضور، انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فقد أصبحت مبادئ حقوق الإنسان محوراً رئيسياً في آليات أداء العمل الأمني، يعتمد على منهج علمي يتم تدريسه بمختلف المعاهد التدريبية بالوزارة والفرق التخصصية لضباط الشرطة، كما يجرى إعداد برامج مناهج متطورة وفقاً لأحدث النظم الدولية في مجال التعامل مع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة. وتنفيذاً لتوجيهكم سيادة الرئيس بأهمية شمول المناهج التدريبية لآليات التعامل مع ذوي الهمم، لا سيما الذين يعانون من إعاقة غير ظاهرة قد يؤدي عدم اكتشافها مباشرة إلى تعرضهم للإزاء النفسي، فقد تم إدراج مادة أساسية بأكاديمية الشرطة ومعاهد معاوني الأمن وبالدورات التدريبية اعتباراً من العام الدراسي والتدريبي الحالي لتزويد رجال الشرطة بالخبرات اللازمة في هذا المجال، وبما يعظم الدور الإنساني للشرطة لدى كافة شرائح المجتمع. السادة الحضور، يسعدني وهيئة الشرطة أن نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لأجهزة الدولة ومؤسساتها التي تتعاون مع وزارة الداخلية في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، كما توجه بتحية إعزاز وتقدير لأرواح شهداء مصر الأبرار ولأبنائنا من مصابي الواجب من رجال الشرطة والقوات المسلحة. الذين لم يبخلوا بحياتهم ودمائهم في الدفاع عن أمن وطنهم. واليوم ونحن نشهد تخريج دفعة جديدة من ضباط وضابطات الشرطة، يسعدني أن أتوجه بالتهنئة إلى السادة أولياء الأمور شركاء هذا النجاح، والذين كانوا خير داعمين لمسيرة أبنائهم. أبنائي الخريجين، أديتم اليوم قسماً عزيزاً تلتزمون فيه بالوفاء للوطن والولاء لشعبه، حاملين رسالتكم بالذمة والصدق والإخلاص، ماضين لنصرة الحق والعدل، متمسكين بالشجاعة والمصابرة والإقدام في مواجهة التحديات. فاجعلوا من قسمكم عقيدة راسخة ومنهج عمل لحماية أمن واستقرار الوطن، متحلين بروح العمل الإنساني في أداء مهمكم، فإن تقديم العون وتوفير الأمن والطمأنينة للمواطن هو جوهر رسالتنا الأمنية النبيلة. السيد رئيس الجمهورية، سيشهد التاريخ لسيادتكم بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية
في ملحمة عمل تتكامل فيها جهود المؤسسية وتتفاعل معها جموع المصريين حتى تحيا مصر حياة عزيزة كريمة وتعلو راياتها خفاقة فوق أحقاد الطامعين. فتحية لكم سيادة الرئيس قائدا لمسيرة نهضة الوطن، ونحن في جهاز الشرطة على عهدنا مع سيادتكم نمضي خلف قيادتكم الحكيمة نبذل الجهد والدم وفاء للعهد لتصبح مصر أكثر قوة وعزة ويحيا شعبها العظيم آمنا مطمئنا. حفظكم الله ورعاكم وسدد بالحق كل خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابور خارجي كفان دلع. السلام الوطني سلام دلع. تحيا جمهورية مصر العربية. تحيا جمهورية مصر العربية. تحيا جمهورية مصر العربية. كفان دلع. اتفضلوا استريحوا لو سمحتوا دقيقة واحدة. السيد قائد الطابور من فضلك جمل سلاح واديني فرصة دقيقتين بس. اتفضل. طابور خارجين. كفان دلع. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية اسمحوا لي ان انا ارحب بكل السادة الحضور الاسر اللي موجودة، برحب بيكم اهلا وسهلا. وايضا اسمحوا لي ان انا اهنيكم بتخرج ابنائكم وبناتكم، الف الف مبروك. أنا يمكن حبدأ كلمتي اللي يعني اللي مش متخططة ديت بكلمة للأسر، أسر الشهداء الأول الحقيقة يعني، وكلامي ليهم كله احترام وكله محبة، كل احترام ومحبة. احترام للعطاء اللي اتقدم لأجل خاطر بلدنا وخاطر شعبنا. وانا عايز اقول لكل الاسر اللي موجوده، يمكن شايف بعضهم موجودين هنا معانا او حتى اللي بيسمعونا دلوقتي، اوعوا تفتكروا، والكلام ده يمكن انا قلته قبل كده لكن باكده، اوعوا تفتكروا ان الدماء اللي قدمت والارواح اللي راحت عند ربها ديت تمن بسيط. أولاً في رقبتنا احنا كمصريين كلنا وفي شعب مصر كله، وأيضاً عند الله سبحانه وتعالى. وأنا الكلام ده كررته وقلته قبل كده وبقوله تاني، خلي بالكم أنتم كنتوا سبب في أبنائكم أو أزواجكم اللي أنتم قدمتموهم، أنا بتكلم على كل الشهداء من كل القطاعات اللي تقدموا، كانوا سبب في اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. اللي انتوا شايفينه ده كان تمنوا أرواح ودماء أبناء وبنات لينا، أبناء مصر. ف
تمن غالي صحيح قوي والله، لكن كمان ان يكون التمن ده حماية وتأمين واستقرار اكتر من 100 مليون، مش بس في امانهم وسلامهم، لا حتى في مستقبلهم. البلد لو كانت راحت ما كانش هيبقى فيه مستقبل لحد خالص خالص. فمش هقول ما تزعلوش ومش هقول ما تتألموش، لا، بس احنا معاكم، وقبل احنا ما نكون معاكم ربنا موجود معاكم، ربنا موجود معاهم. وخلي بالكم الشهيد عند ربنا حاجة جميلة قوي والله، والله الشهيد عند ربنا حاجة جميلة قوي. يعني اللي بيعطيه وبيعوض عليه وعليكم هو ربنا سبحانه وتعالى. دي يمكن الكلمة اللي أنا حبيت أبدأ بها كلامي، عشان كلنا كمصريين ما ننساش. الأمور الحمد لله رب العالمين اتحسنت كتير قوي، وبفضل الله سبحانه وتعالى كل يعني التهديدات والإرهاب بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل أبناء مصر من الشرطة ومن الجيش ومن كل قطاعات الدولة، الحمد لله احنا في مكان كويس قوي ولسه. طيب مطلوب مننا اكتر من كده؟ مطلوب مننا احنا نعمل اكتر من كده كمصريين، عشان نقدم احنا من جانبنا الوفاء لهذه الدماء اكتر من كده. فمره تانيه كل التحيه وكل المحبه وكل الاحترام وكل التقدير ليكم، لارواح شهدائنا والمصابين والاسرهم، وربنا سبحانه وتعالى يعني يجزيكم خير الجزاء فيهم، واحنا لن ننساكم ابدا، لن ننساكم ابدا ان شاء الله. يمكن رسالتي هتكون مختصره خالص لابنائنا الخريجين النهارده، بهنيهم بقول لهم الف مبروك، بدات مرحله جديده من حياتكم، وزي ما بقول لنفسي وبقول لكل المسؤولين، مصر أمانة في رقبتنا كلنا، مصر أمانة في رقبتنا كلنا، أمانها وسلامها واستقرارها وتقدمها أمانة في رقبتنا كلنا. أرجو إن احنا نبقى دايماً عارفين إن المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة الداخلية مسؤولية كبيرة قوي، وإحنا كلنا يمكن وإحنا ماشيين في الشارع نقول فين الشرطة لو قابلتنا مشكلة، أو حتى في البيت أو في أي أو حتى لما نلاقي الأسعار غليت نقول فين الشرطة، فين الرقابة. يعني عايز أقول دوركم مشهود من الناس كلها ومنتظر من الناس كلها، ومصر كلها بتقدر هذا الدور، طالما أن هذا الدور يبقى دايما بيحترم إنسانية الناس وبيحترم إنفاذ القانون. ودي النقطة اللي أنا يمكن بأكدها عليكم، إن إحنا دايماً عايزين وإحنا بنتعامل مع مواطنينا في مصر نبقى دايماً منتبهين إن إحنا إحنا موجودين في الشارع بنتعامل مع تحديات كتير، في يعني ممارسات، اللي ماشي صح مش هيبقى فيه مشكلة معك، لكن اللي ماشي بشكل مش يعني مش منضبط هو اللي هيبقى ليه مشكلة معك. ترفق به، علمه من خلال أدائك الراقي، وأيضاً من خلال القدوة الممارسة، ممارستنا كلنا مش بس أبنائنا في وزارة الداخلية. أتمنى لكم التوفيق، أنتوا قلتوا إن شعاركم علم وأخلاق وواجب، فتسلحوا بالعلم دايماً، ما انتهاش العلم بالتخرج او بالدورات اللي هتبقى اللي انتم هتحصلوا عليها بعد كده، ولكن ايضا احرصوا على ان انتم زي ما الدنيا بتتغير وبتتطور. وانا اسمحوا لي هنا اتوقف قدام نقطه مهمه بقولها لكل
لكل المصريين. اوعوا تتصوروا ان احنا في قطاع من قطاعات الدولة ما بنقومش بفضل الله سبحانه وتعالى بالعمل على تطويره، بس احنا بنشتغل من غير يعني من غير ضوضاء، من غير جلبة. ما نقولش احنا هنعمل هيكلة وهنعمل اصلاح وهنعمل ده، لكن بنقوم بالدور ده لان بالمناسبة عملية التطوير هي عملية مستمرة لا تنتهي بمرحلة او بفترة زمنية محددة، لان الدنيا بتتغير، ودام الدنيا بتتغير يبقى احنا كمان لازم نتطور. فده بيتعمل او بيتنفذ لكل قطاعات الدولة بما في وزارة الداخلية، بس بيتعمل بشكل هادي جدا جدا، والدولة كلها بتتحرك في تطوير قدراتها ومهاراتها وأدائها، ولكن زي ما بقول كده من غير ضوضاء. فواجبكم خلي بالكم منه تجاه بلدكم، أمن وأمان مصر أمانة في رقبتنا وفي رقبتكم، أمن وأمان مصر أمانة في رقبتنا ورقبتكم. بتمنى لكم كل التوفيق وألف مبروك، وخلي بالكم من نفسكم واحرصوا على العمل الطيب والأداء المتميز اللي احنا كلنا منتظرينه منكم. ألف مبروك. ألف مبروك. شكرا. طابور خريجين كتفان تلا. طابور خريجين يستعد للانصراف من ارض الارض. لا شمال دور.